السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضيعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيغزري في موضوع في المجال القانوني، وغنشوفو الضرر، مفهوم الضرر المعنوي. الضرر المعنوي، فإذا كان الضرر بشكل عام هو ركن ضروري لقيام التزام بالتعويض، وكان الخطأ يكفي وحده لقيام مسؤولية أدبية أو المسؤولية الجنائية، فإنه لا يكفي القيام لقيام المسؤولية المدنية، وإنما يلزم اقترانه بحدوث ضرر حتى يعطى الحق في طلب التعويض. والضرر هو الأذى بطبيعة الحال الذي يصيب في الشخص حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، وهذه المصالح إما أن تكون مادية أو تكون معنوية، ومن ثم الضرر ليس نوعا واحدا، وبهذا يكون الضرر الذي يعطي الحق في التعويض نوعان، هو مادي ومعنوي، كما أشار المشرع إليهما معا من خلال الفصلين 77 و 78 من قانون التزامات والعقود، حيث نص الفصل 77 على أن كل فعل يرتكبه الإنسان عند بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر. ونصت نص الفصل كذلك 78 بعد 77 الفصل دابا 78 على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أي المادي الذي أحدثه، وبهذا يكون نوعان من الضرر المادي، وهو يا إما يكون ضرر جسماني ولا ضرر مالي في مقابل الضرر المعنوي، وبالتالي يشترط في الضرر حتى يعطي الحق للمضرور في طلب التعويض، وأن يكون محققا وشخصيا وناشئا عن الإخلال بمصلحة مشروعة. وبهذا يكون الضرر المعنوي هو الضرر المعنوي كما قلنا أو الأدبي، وهو الذي ينتج عن إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو عرضه أو عن إصابته في عاطفته. إذن أعيد، قلنا بأن الضرر المعنوي هو الضرر المعنوي أو الأدبي هو الذي ينتج عن إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو عرضه أو عن إصابته في عاطفته، وذلك مثل الألم الذي يحدث للشخص نتيجة سبه والتعريض به، أيضا الحزن الذي يشعر به الشخص نتيجة فقده لعزيز عليه أو إصابة هذا العزيز بضرر. و يكفي أن أقول أنه قد ثارت مجموعة من التساؤلات حول إمكانية تعويض هذا الضرر، فهناك من قال بأن هذا الضرر لا يعوض باعتبار أن المس بالشرف وجرح الاعتبار لا يمكن أن يقدر بمال، لكن أغلب الفقه اليوم يرى عكس ذلك. أيضا تنص كثير من التشريعات المقارنة ومن بين التشريع المغربي صراحة على إمكانية تعويض الضرر المعنوي. إذن بهذا كنكون وصلنا لختام العرض، على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة، ولا يفوتوني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحال المشتركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.